التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت غرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف مصر الداعي إلى تغليب الحلول الدبلوماسية للأزمة الروسية الأوكرانية بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، الذي أطلع الرئيس السيسي على آخر تطورات الأوضاع بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية ومستجدات التحركات الروسية في هذا الإطار. وأكد أمين مجلس الأمن الروسي الأهمية التي توليها روسيا تجاه ترسيخ العلاقات مع مصر في إطار اتفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين. وقد ثمن الرئيس السيسي مسيرة التعاون الثنائي بين البلدين وزيادة التبادل التجاري، بالإضافة إلى المشروعات التنموية المشتركة الجاري تنفيذها، وفي مقدمتها إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية والمنطقة الصناعية الروسية في محور قناة السويس. أقر المجلس التشريعي في بيونج يانغ قانونا يكرس في الدستور وضع البلاد كقوة تمتلك السلاح النووي. وقال الزعيم كيم جونغ أون أمام اجتماع لمجلس الشعب إن سياسة بناء القوة النووية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أصبحت دائمة بمثابة القانون الأساسي للدولة، والذي لا يجوز لأحد أن ينتهكه. وحذرت كوريا الشمالية الأمم المتحدة من أن شبه الجزيرة الكورية تواجه خطر اندلاع حرب نووية، محملة المسؤولية في ذلك إلى ما وصفته بعدائية الولايات المتحدة. رفضت القاضية الأمريكية تانيا تشاتكان طلب الرئيس السابق دونالد ترامب تنحيها عن رئاسة جلسات محاكمته في الدعوى الفيدرالية المرفوعة ضده بتهمة محاولة التلاعب بنتيجة انتخابات 2020 الرئاسية. وجددت القاضية الأمريكية تأكيدها على التزامها الحياد، وذلك ردا على طلب هيئة دفاع الرئيس السابق في 11 من سبتمبر بالتنحي، معللين طلبهم بتعليقات أدلت بها خلال ترأسها جلسات محاكمة لمتهمين بالمشاركة في الهجوم الذي شنه أنصار ترامب على مبنى الكابيتول مطلع 2021. ضربت فيضانات وسط اليونان للمرة الثانية هذا الشهر، وطالت مدينة فولوس بعد عاصفة سابقة أسفرت عن مقتل 17 شخصا وتسببت بأضرار واسعة النطاق. وفرضت السلطات حظر تجول في بولوس التي يناهز عدد سكانها 140 ألف نسمة مع وصول العاصفة إلياس إلى اليابسة، وتم إخلاء قرى محيطة بالمدينة. كما تسببت العاصفة، وهي الثانية التي تضرب البلاد خلال 3 أسابيع، في فيضانات بجزيرة يوفوا قرب العاصمة أثينا. قال المجلس العسكري في بوركينا فاسو إن قوات الأمن وأجهزة المخابرات أحبطت محاولة تمرد دون التطرق للتفاصيل. وفي بيان له، أوضح المجلس العسكري أنه تم اعتقال بعض الضباط وآخرين، وما زالت عمليات البحث جارية عن آخرين متورطين في التمرد المزعوم. أكد وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري أن نتائج التحقيق في فاجعة الحمدانية ستعلن خلال ساعات، موضحا أن التحقيقات تؤكد عدم وجود شروط الأمان والسلامة في القاعة التي شهدت اندلاع الحريق، وكان بداخلها نحو 900 شخص. وفي بيان له، ذكر وزير الداخلية العراقي أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 14 متهما. من ناحية أخرى، أعلنت مديرية الصحة بمحافظة كركوك العراقية تسمم 100 شخص بحفل زفاف في منطقة الحويجة جنوب غرب المحافظة. رياضيا، أسفرت قرعة الدور الرابع من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية عن عدة مباريات قوية لكبار الدوري الإنجليزي، حيث سيواجه مانشستر يونايتد نظيره نيوكاسل، كما سيواجه ليفربول نظيره بورنموث، ويخوض أرسنال مواجهة لندنية أمام ويستهام، فيما يلعب تشيلسي مع بلاكبيرن روفروز. واختتمت مباريات الدور الثالث بتأهل نيوكاسل يونايتد على حساب مانشستر سيتي بالفوز بهدف دون رد، بينما تأهل ليفربول بالفوز على ليستر سيتي بـ3 أهداف مقابل هدف، وأرسنال بالفوز على بريتفورد بهدف مقابل لا شيء، فيما أطاح تشيلسي ببرايتون بالفوز عليه بهدف دون رد.